إنها الشاعرة نجاة العوادي من مواليد ولاية السويق، التحقت بجامعة السلطان قابوس في سبتمبر عام 1993، طالبة في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية في كلية التربية والعلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، تكتب في الشعر النبطي، شاركت في العديد من المحافل الثقافية المحلية منها أمسيات جامعة السلطان قابوس من عام 1994 وحتى عام 1997 ميلادية، أمسية في النادي الثقافي عام 1996، وفي نفس العام أمسية في مهرجان الخريف بصلالة، وأمسية في المنتدى الأدبي عام 1997، كما شاركت في بعض الجمعيات النسائية والأندية. حصلت على العديد من المراكز، منها المركز الثاني في مسابقة الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية عام 1995 بقصيدة زيارة طيف، وفي عام 1996 بقصيدة مناغات طفل، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية عام 1997 بقصيدة ضاع الحلم، وحصلت مؤخرا على المركز الأول في المسابقة الثقافية الخامسة بجامعة السلطان قابوس عام 1997 بقصيدة ثلاثية الغرور والظلم والعناد. أول قصيدة نبطية نشرت لها كانت في عام 1991، حملت عنوان أهديك أحلى المعاني، وآخر قصيدة قصيدة شعر في حب عمان عام 1997، آخر إنتاجها قصيدة دموع الفراق في وداع الجامعة، ومن قصائدها سحر العيون ونسايم شوق. إذن هي شاعرة نجاة بن سالم العوادي. مرحبا لك نجاة. أهلا وسهلا، حياك الله. الله نجاة، اللي نعرف أنك أنهيتي دراستك الجامعية تخصص كلية الآداب أو كلية التربية والعلوم الإسلامية قسم اللغة العربية. أولا نقول لك مبروك، الله يبارك التخرج إن شاء الله. شكرا. أنهيتي الدراسة كما قلنا كلية التربية والعلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، والملاحظ أنك تقولين الشعر النبطي. يمكن كانت بداياتك بعض القصائد الفصحى أو بالفصحى، لماذا لا نجد تأثير اللغة العربية؟ كنت تخصصت في مجال اللغة العربية أو قريب من هذا التخصص، ما نجد أي تأثير باللغة العربية في أشعارك، أو بمعنى أنه ما عدت تقولين هذه القصائد بالفصحى، إيش السبب يا ترى؟ هو صراحة يعني بالنسبة لتأثير اللغة العربية الفصحى على الشعر، يمكن أنت ما قريت كل القصائد، بس في تأثير اللغة العربية بحيث أني أنا أقرأ كثير وأطلع ونحل القصائد يعني في الجامعة وكذا، فيتأثر. لكن بالنسبة لكوني أنا يعني أكثر يعني اندماجا مع الشعر النبطي، ما أدري، يمكن كان الشعر النبطي أسهل أو أكثر عفوية وقربا لقلوب الناس، خصوصا معنا في السلطنة. فأنا أعتقد أن يعني الثقافة معنا في السلطنة في بدايتها أو النهضة، نهضة الشعر النبطي لحد يعني في بدايته، فأنا يعني ما حبيت أكتب بالفصيح لأن الفصيح نوعا ما أكثر صعوبة على المتلقي، فما كان يعني الشعر الفصيح صعوبة بالنسبة إلي. لكن حسيت أن أنا صح أقدر أعطي في الفصيح، لكن حسيت أني في النبطي أكثر أقدر أعطي. في نفس الوقت أحس أن الجمهور في السلطنة أكثر تقبل للشعر النبطي أكثر من الشعر الفصيح، وأحس أن الجمهور الشعر الفصيح أكثر ما يكون طبقة المثقفين، يعني الناس اللي في الجامعة أو المتذوقين للشعر يعني الكبار وكذا. لكن طبقة الناس العادية أحس أن تميل أكثر للشعر النبطي. في نفس الوقت أنا أريد يعني أكون أقرب إلى هؤلاء الناس أكثر، يعني ما أريدها يعني أحصر شعري لطبقة معينة في المجتمع أو لمجموعة من المتذوقين فقط. كان يعني من
أحد أهدافي المستقبلية أن أخدم أكبر عريضة في المجتمع أو أكبر شريحة في المجتمع، وأن الشعر هذا يلامس قلوبهم بعفوية وبصدق وبساطة يعني أكثر. جميل. لأقل يعني إذا أنت تريد تكوني يكون قربك من الشريحة العريضة أكثر من الشريحة المحددة اللي هي طبقة المثقفين المتخصصين في مجال الشعر الفصيح، لكن في نفس الوقت يعني عفوا خالي في نفس الوقت يعني أنا بديت أساسا شعر فصيح، يعني كانت بدايتي بأناشيد بسيطة، بعدين نفس الشيء في المرحلة الثانوية كتبت شعر فصيح، لكني لما دخلت الجامعة حسيت أن حتى الجمهور الجامعي المتذوق حسيت أنه يميل أكثر للشعر النبطي صراحة، مما شجعني أن أنا أميل أكثر للشعر النبطي أكثر من شعر فصيح، بس كان بإمكاني أكتب فصيح وإن شاء الله أبدع فيه، لأني كنت يعني أحاط بمجموعة كبيرة من الأساتذة المتخصصين والشعراء. سمح لي نجات عفوا، يعني يمكن البعض يعتبر هذه النقلة من الفصحى إلى النبط يمكن يعتبرها انهزام أمام اللغة العربية ومفرداتها أحيانا البعض، أنا ما أقول أنها وجهة نظري أنا، ولكن قد هو صراحة يمكن يكون انهزام بالنسبة للشاب أو الشاعر اللي ما يدرس لغة عربية فصحى، لكن أنا أدرس اللغة وأقرأ الشعر وأحلل النصوص ويعني وعندي قدرة أني أول أي نص تعطيني إياه أعطيك يعني في كم تأويل، فأحس أن أنا عندي قدرة أني أنا أكتب، ولك اهتمام كبير يعني. ولي اهتمام وأحب فعلا الشعر الفصيح، أنا أحبه يعني ما أني مثلا ما أذوقه أو شيء، لكن أنا بالنسبة لي كوجهة نظر ما هو هذا السبب، أنا يعني ما انهزمت أمام الفصحى، بالعكس يعني الفصحى تجري في دمي وأنا راح أصير مدرسة لغة عربية، راح أتكلم مستقبلا أمام طلابي باللغة العربية الفصحى، فكيف أشعر بالانهزام أمام لغة أنا أقدسها وأحبها؟ طبعا أحس أنها حسب وجهة نظر يعني. إذن اتفضل علي، واصل مع الشاعرة نجاة العوادي. خلصنا انتم؟ خلصنا بس عندنا مكالمات بنقطع عليكم مرة ثانية. طيب نعود للشاعرة نجاة. نجاة شعرك يغلب عليه الطابع النبطي، وانت قلت ان انت اتجاهك لان اصبح كله في مجال الشعر النبطي، والشعر النبطي كما هو معروف اقرب الى الشعر الغنائي، ما اعرف ما ادري احنا ما ملاحظين لك اي مساهمات في مجال الشعر الغنائي أو القصائد الغنائية. والله صراحة هي كفكرة أساسا ما بادرتني يعني ولا فكرت فيها، وتقريبا يعني ما عندي عزم أني أفكر فيها مستقبلا، أحب أولا أثبت وجودي على صعيد الشعر النبطي الغير غنائي، لكن يعني لا ضير إذا كتبت أنا قصيدة أو أغنية، لكن أعتقد أني ما أحب أنها تغنى، أحب القصائد يعني تسمع وتحفظ كإلقاء قصيدة، يعني يبرز فيها الشعر أكثر من ما هو لحن. لكن أيضا ترى يعني الغناء يخلد هذه القصائد، وأعتقد أنه يمكن كفكرة شيء طيب أنك تفكر فيها مع نفسك شوية. والله صح، هو يعني الغناء مساهمة مع يعني نعم، لكن أعتقد أن يعني أي واحد مهتم أو أي يعني فرد في المجتمع يعشق الشعر النبطي راح إذا نزل في شريط معين إلقاء قصائد أكيد راح يكون ضمن مجموعة الأشرطة اللي عنده سواء كانت غنائية أو نبطية، لأن نحن كشعراء نحتفظ ببعض يعني الكاسيتات أو الأشرطة لشعراء أكبر منا أقدم منا يعني في التجربة. فأعتقد أن استقلالية الشعر النبطي كشعر يعني موجودة إذا كانت يعني قليلة لكنها موجودة. طيب إيش رأيك الحين تسمعي شيء من قصائدك؟ أنا انتخيت من الشهامة اسمها ما لامس أطراف الشهامة، رجاجيل توي لقيت من المروة، رسمها بين الاسم والفعل جيل بعد جيل، خيبت ظن الناصية وزدت لمها، وقفيتها ما زدتها كود تبجيل، ما تقبل أساد الشراف يسلمها، وما يكشف جواد المعادن برق سيل، ولا تنعطى سيوف الكرامة علمها، لفداوية القهوة خوية الفناجيل، ولا تنشوى الصقور الفلا في ضرمها، والطير وإن مجروح يصدح مواويل، والغيم في صدر الشمس ما كتمها، والسيف لوم البحر ما حاول يميل، والصبح لولاها الليالي وظلمها، لا رتل الآيات يا كيف ترتيل، خلي الشهامة خلي الشهامة كاتمين نعلمها، هي حد بين القايلة وداجي الليل، وهي حد بين الناس عرب وعجمها، وكم ربت بلادي نشامة رجاجيل، ما جيت عاتب والعذارة حلمها، تنعس على عين البحر شمع نيسيل، بس انتخيت من الشهامة
نجمها هو رايد بين الثريا وذرسهيل. سلام عليكم.